ساحة مشور القصر الملكي بتطوان ووقائع حفل الولاء التي تتوج احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 24 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الغر الميامين، مناسبة وطنية خالدة ومجيدة لوفود ممثل جهات المملكة 12 لتجديد البيعة والولاء لأمير المؤمنين والتشبث القوي المستمر بجلالة الملك حامي حمى الوطن والدين والتعلق المكين بأهذاب العرش العلوي المجيد ضامن الوحدة والاستمرارية. حفل بهيج مليء بالدلالات والرموز والحمولات التاريخية القوية لمملكة عريقة ضاربة جذورها في أعماق التاريخ، تاريخ مجيد وحاضر مشرق زاهر ومستقبل واعد في كنف الدولة العلوية الشريفة. دلالات ورموز يستحضرها الشعب المغربي قاطبة من طنجة إلى القويرة بأسمى مظاهر الفخر والاعتزاز. سيد وزير الداخلية وولاة وعم الأقاليم المملكة الله يبارك في عمر سيدي. السيد وزير الداخلية وولاة وعم الأقاليم المملكة الله يبارك في عمر سيدي. سيد وزير الداخلية وولاة وعم الأقاليم المملكة الله يصلحكم ويرضى عليكم قال لكم سيدي. قدم وزير الداخلية وولاة وعمال ولايات وعمالات وأقاليم المملكة وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الولاء لأمير المؤمنين أيده الله ونصره. جهات المملكة الله يبارك في عمر سيدي، جهات الداخلة وادي الذهب الله يبارك في عمر سيدي، جهات العيون الساقية الحمراء الله يبارك في عمر سيدي، جهات قلميم واد نون الله يبارك في عمر سيدي. جهات الملكة الله يبارك في عمر سيدي، زياد الداخلة وادي الذهب الله يبارك عمر سيدي، زياد العيون الساقية الحمراء الله يبارك عمر سيدي، زياد الميم وادي النور الله يبارك عمر سيدي. الله يعاونكم قال لكم سيدي. الله يصحكم قال لكم سيدي. الله يرضى عليكم قال لكم سيدي. ولاة وعمال وقيادة يصحكم يرضى عليكم قال لكم سيدي. تلقاو الخير قال لكم سيدي. جهة الداخلة وادي الذهب وتضم وادي الذهب وأوسري، جهة العيون الساقية الحمراء وتضم العيون بوجدور طرفاية والسمارة، جهة قلميم واد نون وتضم قلميم أس الزاق طانطان وسيدي إفني، جهة طنجة تطوان الحسين الله يبارك في عمر سيدي، جهة الشرق الله يبارك في عمر سيدي، جهة فاس مكناس الله يبارك في عمر سيدي، زياد طنجة تطوان الحسيمة الله يبارك عمر سيدي، زياد الشرق الله يبارك عمر سيدي، زياد فاس مكناس الله يبارك عمر سيدي. الله يعاونكم قال لكم سيدي. الله يصحكم قال لكم سيدي. الله يعاون سيدي. الله يرضى عليكم قال لكم سيدي. ولاة وعمال وقياد الله يصلحكم ويرضى عليكم قال لكم سيدي. تلقاو الخير قال لكم سيدي. جهة طنجة تطوان الحسيمة وتضم طنجة أصيلة المضيق الفنيدق تطوان الفحص أنجرة العرائش الحسيمة شفشاون ووزان، الجهة الشرقية وجدة أنقاد الناظور دريوش جرادة بركان تاوريرت قرسيف وفيقيق، جهة فاس مكناس وتضم فاس مكناس الحاجب إفران مولا يعقوب صفرو بولمان تاونات وتازة، جهاد طالبي داستات الله يبارك عمر سيدي، زياد الرباس سلام قنيطرة الله يبارك عمر سيدي، زياد بني من الله الخليفرة الله يبارك عمر سيدي، زياد طالبي داستات الله يبارك عمر سيدي. الله يعاونكم قال لكم سيدي. الله يصحكم قال لكم سيدي. الله يرضى عليكم قال لكم سيدي.
ولاد وعمار وقياد ناس الحومر عليكم قال لكم سيدي لقاء الخير قال لكم سيدي. جهات الرباط سلا القنيطرة وتضم الرباط سلا صخيرة تمارة القنيطرة الخميسات سيدي قاسم سيدي سليمان بني ملال خنيفرة وتضم بني ملال الزلال فقي بن صالح خنيفرة وخريبكة الدار البيضاء سطات وتضم الدار البيضاء الدار البيضاء أنفا الفيدامر السلطان عين سبع الحي المحمدي الحي الحسني عين الشق سيدي البرنوسي بن مسيك مولاي رشيد المحمدية الجديدة النواصر مديونة بن سليمان برشيد سطات وسيدي بن نور. جاسوس ماسا الله يبارك عمر سيدي زياد مراكش سفير الله يبارك عمر سيدي زياد رعاتا فيلال الله يبارك عمر سيدي جاسوس ماسا الله يبارك عمر سيدي الله يعاونكم قال لكم سيدي الله يصحكم قال لكم سيدي الله يرضى عليكم قال لكم سيدي ولاد وعمال وقياد الله يصحكم ويرضى عليكم قال لكم سيدي تلقاو الخير قال لكم سيدي. جهات مراكش اسفي وتضم مراكش شيشه والحوز قلعه سراغنه الصويره رحامنا اسفي واليوسفيه درعة تافيلات وتضم الرشيديه ورزازات ميدلت تنغير وزاغوره سوس مسا وتضم اكادير الدوتنان انزكان ايت ملول شتوكه ايت بها تارودان تيزنيت وطاطا. تطلق المدفعيه 5 طلقات بهذه المناسبه العظيمه التي يخلدها الشعب المغربي من طنجة إلى القويرة بكل مشاعر الحب والوفاء والتعلق الدائم بالعرش العلوي المجيد. تحل الذكرى 24 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الميامين وهي مناسبة عظيمة وجليلة يجدد من خلالها الشعب المغربي قاطبة التأكيد على أن الصلة التي تجمع العرش بالشعب تظل متجذرة في عمق أعماق التاريخ وأنها شكلت على الدوام الأساس الصلب والمتين للأمة المغربية المجيدة والتعبير الأسمى عن مدى تلاحمها واستمراريتها. أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد وحب سرمدي ووفاء دائم للعرش العلوي المجيد يزداد توهجا واتقادا مع مر السنين في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رمز هذه الأمة وموحدها وباعث نهضة المغرب الحديث الذي تمكن بفضل حنكة وتبصر وسداد رؤية جلالة الملك والتجند الدائم المستمر لأبناء هذا الوطن الأبي من شق طريق التقدم والازدهار والرقي بكل عزم وثبات وثقة وتماسك. وما حفل الولاء إلا تأكيد وتجسيد قوي وترجمة فعلية للبيعة الشرعية التي شكلت على امتداد تاريخ هذه الأمة الميثاق الغليظ والرابطة المتينة التي طالما جمعت قائد الأمة أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين رمز هذه الأمة وضامن استقرارها ووحدتها الترابية بأبناء شعبه الأوفياء من طنجة إلى القويرة. كلما حلت ذكرى عيد العرش المجيد يحرص الشعب المغربي الأبي على تجديد ولائه وبيعته لقائد الأمة جلالة الملك محمد السادس نصره الله. فالشعب المغربي يخلد هذه الذكرى المجيدة الحافلة بالدلالات والحمولات التاريخية يجدد من خلالها التأكيد على متانة رابطة البيعة الشرعية باستحضار بعدها الديني والوطني جريا على العادات والتقاليد العريقة الراسخة للمملكة المغربية على امتداد 14 قرنا من تاريخ أمتنا المجيد. فحفل الولاء سيظل التجسيد القوي للعمق التاريخي والحضاري الذي يتميز به المغرب أرض الأمجاد والشموخ والبطولات. فذكرى عيد العرش المجيد هي تجديد لأمجاد الشعب المغربي التاريخية وهي أيضا مناسبة لاستحضار أمجاد الحاضر وإنجازاته العظمى بفضل الإرادة القوية والرؤية المتبصرة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.